السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وكل عام وحضراتكم بخير بقرب شهر رمضان المعظم إن شاء الله، ونهنيكم بشهر شعبان إن شاء الله، اللهم بلغنا رمضان. دلوقتي عندنا فيديو تعريفي برضو إن شاء الله زي ما تعودنا. أنا معايا كذا حاجة في الفيديو دوت عشان إيه ألم الموضوع بسرعة. يعني في ناس بعتت عايزة تعرف الحامل ده بتاع الكاوية دي عامله ازاي. لا ده بسيط جدا 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 وسهل جدا جدا. حضرتك هتجيب كتلة خشب من خشب دوت الخشب الأحمر أو قطعة خشب زان، وهتجيب سوستة من عند أي واحد بيبيع قطع الغيار المستعملة بتوع العربيات، هتقول له عايز السوستة بتاعت العربيات دي، هتلاقيها عنده مرمية بالهبل، هتاخدها ب 2 جنيه 3 جنيه أو من سوق الجمعة في السيدة زينب أو عندنا في اسكندرية هتلاقيها موجودة. وهتجيب الزاوية دي من عند الحداد اللي بيبيع البويات الموال، يعني زي ما بيقولوا عند الحداد والحاجات بتاعت البويات والحاجات دي. فهتجيب الزاوية زي دي اهي، الزاوية اهي نفس الحكاية، بيبقى فيها خرمين هنا، خرم هنا وفتحة هنا وفتحة هنا مثلا وفتحة وفتحة هنا. احنا هنعملها بالشكل ده كده اهو، بس هناخدها عند الحداد هنلحمها كده لحام حديد، اصبحت كده اتلحمت خلاص. انت هتعكسها بقى، انا بمثل عشان دي اهي معموله كده اهي، هتعملها عند الحداد وجامده جدا 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 جدا، تعملها عند الحداد بلحام حديد اهي، وجامده جدا جدا وبتتحمل السخونيه بتاعت الكاويه. الزاويه دي ب 2 جنيه، هتجيبها وتلحمها كده اهو، هتيجي هتبقى مظبوطه على انها ايه اهي. انت حضرتك بقى ايه، هي هتبقى ايه كده، تتنيها كده هتتنى معاك، تربط مسمار هنا ومسمار هنا، وطبعا الحامل السوسته هتبقى هنا بالزاويه دي كده اهو، بس هي ايه مرفوعه كده، بس اللي هي دي كده اهو، وهتربطها بمسمارين في الخشبه، هتعيش معاك جميله جدا. انا عامل منها واحده على البنك جوه، وعامل واحده معاها متحركه، دي متحركه معايا، وبتحط عليها الكاويه كده اهو، وانت شغال بتبقى مطمن، بتبقى الكاويه خفيفه، بتبقى الكاويه خفيفه لكن هي بتبقى تقيله شويه، فبص مهما انا هز فيها ما بتقعش، فبتبقى امان بتبقى كويسه. بس فهي واحده زي دي كده هتغني، انا جايب 2، في واحده اكبر من واحده، يعني انت لو عايز تجيب العريضه دي هتعملها، ونفس الحكايه بتتانى كده معاك، وهتبقى تبقى عمليه جدا. طبعا احنا عارفين ان الكاويه مع الشغل بتلحم حاجه، بتعمل هنا حوالينا اكسده وحاجات من دي، فهي وسخنه بتعوز، انت عايز تلحم حاجه نقطه تسدير في اي حاجه، فبتعوز حاجه تنضفها بيها، وفي نفس الوقت السن ما يتاكلش. ففي سير برضو عند بتوع الروبيكيا بيتباع برضو في سوق الجمعه، او عند بتوع شركات الغاز اللي قدام، هتلاقي السير اللي بيخربش ده، بس خربش بس ناعم. لكن انت لما بيكون عامله كده على حته خشبه، انا عامله على فرشه، ممكن انت تعمله على خشبه وتربطه هنا باربع مسامير من الجنب ده ومن الجنب ده، بتقطع حته كده صغيره وبيبقى ليه السير كبير، فحضرتك بتقطع منه حته بالمقص بيتقطع معاك او بالقصافه بتاعت الكهرباء، وبتربطه وبتعمل هنا ما بتخرمش، بتغرس فيه مسمار هنا اللي هو بيزاوية كده، تربطه فيه وتنضف المكوى بيه. تبقى انت طبعا المكوى كاوية سخنة، فبتعمل كده حضراتكم، بينضف ازاي؟ بينضف وما بياكلش في الكاوية، في السن بتاع الكاوية نضيف جدا، هو بينضف الكاوية وخليها كويسة، جميل جدا 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 وسهل قوي قوي بسيط. فده بالنسبه للكاويه، وبالنسبه للفرشه اللي انا عاملها عشان تنظيف الكاويه. في ناس بتقول لك انا ما بعرفش اركب الظرف الجديد اللي في الشنيور، لا ده هو بسيط جدا، وليكن ده الشنيور
الشنيور الظرف الاوتوماتيك بيبوظ بسرعه. بص حضراتكم بيفلت بسرعه، فيعني انا بصراحه ما بحبوش. ولو هو حتى شغال كويس بيبقى البونطه فيه فبيلف، فتلاقي البونطه بقت في الحيطه وهو بيلف على الفاضي. فبصراحه الظرف ده بيبقى امتع، لان حضرتك بتربطه بالمفتاح بتاعه. فاول عمليه بسيطه، او بتخلع ده كده اهو جامد كده اهو زي ما انا بحل اهو، هو كمنه جديد ده. بس انت حتى لو جامد في ايديك باي مفتاح بنز جاز هتمسكه جامد كده هيتفتح معاك، وهيبقى سهل جدا جدا جدا. تقلع معايا الظرف اهو، وسهل جدا، وادي السن بتاعه. فحضرتك بتروح بتاخد ده عشان الاظرف دي اسنان سن مختلف، في كبير وفي صغير وكده. فانا هتاخد معاك الظرف ده وتقول له والله انا عايز السن ده ظرف 10 مللي او 13 مللي، هيطلعه لك وهيجيبه لك نفس السن ده، هو نفس السن ده بس كده. فهتيجي نركبه ازاي؟ بيبقى هو الظرف لو هو جاي معاك كده اهو، هتحل الظرف ده. انا المسمار بتاعه مش عندي، فيبقى في مسمار هنا في النص، فبتحله بالمفك، بيتربط على شمال وبيتحل على يمين على خلف عرق الساعه يعني. اهو السن ده بيبقى المسمار جاي، هتلاقي مع الظرف سن جاي معاه، فبيتربط بالدهبت بعد ما بتربط كده اهو. خلاص احنا ربطنا اهو الظرف، اتربط خلاص. فانت لما بتربطه هتعوز المسمار اللي جاي مع الظرف تربطه فيه هنا، بتحل كده اهو عكس عقارب الساعة وبتلف، قصدي بتحل بتربط عكس عقارب الساعة وبتحل على شمالك كده. فهو بيجي معاه مسمار مخصوص، المسمار ده ضروري جدا جدا عشان انت وبتحل يمين او شمال ما يفتحش منك الظرف وتلاقيه بيحل معاك بس كده. واي سؤال او استفسار في اي حاجه ان شاء الله انا معاكم، وان شاء الله ربنا يكرمنا. ويا ريت حضراتكم تدعموني في القناه وتعمل لايك ومشاركه عشان القناه تكبر، وان شاء الله نقدم فيديوهات كتيره، وان شاء الله عندنا فيديوهات كتيره. وقريب قوي قوي ان شاء الله هنعمل فرع نور، هوريك ازاي تعمل فرع نور باللمبات الليد بكل سهوله وجميل جدا عشان تعلقوا في شهر رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.